معانا السيدة أم يحيى. أستاذة أم يحيى، أستاذة أم يحيى معانا ولا ت... ولا ت... السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام. كده اتفضلي يا ازاي فندم. حضرتك؟ اسمي الشيخ. فضل ونعم كل الحمد سنه لله. وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم، والله احنا اتفضلي. بنستفاد كتير من حضرتك والله. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا ستي. ربنا يبارك لك. بس عايز اسال حضرتك، يعني احنا كنا، يعني كان عندي ابني تعبان، وكنا يعني جبنا له عربيه اللي هي بتاعه المعوقين. طب معلش، بعد اذن حضرتك يا ام يحيى، ممكن بعد اذن حضرتك تكلميني ان انت توطي التلفزيون تسمعيني من التليفون؟ بقول لحضرتك احنا كنا خدنا كارد لابني، طيب، واشتريتوا له ويعني عربيه. اه عشان نجيب له عربيه يشتغل عليها، يعني بتاع المعوقين. طيب وكنا واخدين الكارد، فاحنا يعني ايه، كل يعني بنطلع من مشكله نخش في مشكله، يقولنا عشان انتوا خدتوا الكارد، عشان الكارد ده بيخش بلعنه وبيخش في حرام وكده، وبيقعدوا يعني شايلونا الذنب. طيب انت عايزاني اجاوب لك على المساله دي ولا في سؤال تاني؟ لا، في سؤال تاني لحضرتك. يعني اتفضلي. احنا بيت عيله، ويعني يعني المعامله مش حلوه بيننا وبين بعضينا، ونسبة الاب نفسه ما بيعدلش بين الاخوات وبعضيها، وده طيب عامل حزازيه في القلوب. طيب فانا يعني انا كمرات ابنه، انا بيبقى عليا ذنب ان انا يعني ما بروح لهمش او ما بكلمهمش، وهم مقاطعين ابنهم. ما بتنزل لهمش بقى لان انت في نفس البيت. ايوه انا في نفس البيت، بس هم يعني انا في عيشه لوحدي. طيب يعني انت فاصله نفسك في العيشه عنهم. اه هما فاصليننا، يعني هما احنا مخلينا احنا واخدين جنب، عشان انا برضو جوزي يعني بيبقى على قده، وهما يعني المعامله مش حلوه معاه. طيب خلاص، يبقى انت عندك سؤالين. السؤال الاولاني السؤال اللي هو خاص بالقرض اللي انتوا خدتوه عشان شراء العربيه ده، والسؤال الثاني كيفيه المعامله في بيت العيله. السؤال الاولاني اللي هو مساله ان هي اخذنا قدر رشنينا بيها عربيه عشان نعمل كده، ده شكل من اشكال التمويل، ولا تسمعي كلام الناس دي خالص. المشكلات اللي عندكم ان انتوا نفسيا مش في الوضع الطبيعي. انت اشتريتوا عربيه عشان هو يشتغل عليها، مش لازم الاول هو يكون مؤهل ان هو يشتغل سواق تاكسي مثلا، مش لازم يكون مؤهل ان هو يتحمل العبء ده. احنا جبنا العربيه ومش عارفين نشغلها، فلو جبنا لو عملنا مشروع ومش عارفين نديره، يبقى المشكله مش مشكله ان المال اللي جه دوت كان جاي منين، المشكله احنا مش عارفين نديره. فهي المساله، وخاصه ان حضرتك في اخر السؤال قلتي ان زوج حضرتك وكانه طيب، فهو محتاج ان هو يكون اكثر معرفه باداره امور الحياه عشان يقدر يعمل كده. حضرتك بتسالي هل انا عليا وزر ان انا ما اختلطش كثيرا مع اسره زوجي؟ لا، الا اذا كنت انت بتمنعي زوجك من ان هو يبر ابوه وامه، فدوت هو ده اللي يكون ممنوع، اما غير ذلك فلا. لانك انت لو انك انت حاسه ان انت بتتاذي، فتكوني معاهم تعاشريهم بالمعروف بقدر المستطاع، اما اذا كان دوت بيعود عليكي باذى فليك ان انت تتجنبي هذا الاذى، لكن في نفس الوقت تذكري ان احسانك لاهل جوزك هو جزء من احسانك لزوجك، فاعملي ده على قد ما تستطيعي.